انقسام بدا جليا بين أعضاء الاتحاد الأوروبي في جولة هي الأولى لبحث ملفات شائكة لإنقاذ اقتصادات القارة العجوز، في وقت تتجه فيه لتسجيل أسوأ ركود منذ الكساد العظيم. اقتراح المفوضية الأوروبية بموازنة من 2021 إلى 2027 لم يلقى قبولاً من بعض الأعضاء. الموازنة التي قيمتها 1,100,000,000,000 يورو يضاف إليها صندوق التحفيز الاقتصادي ب 750,000,000,000 يورو، 500,000,000,000 يورو منها على شكل منح و 250,000,000,000 يورو قروض وتمويلات. أما تخصيص الأموال وتوزيعها على الدول الأعضاء المتضررة فسيتم على أسس عدة. خطة الإنقاذ التي تؤيدها ألمانيا وفرنسا تواجه انقساماً واضحاً بين أعضاء التكتل، حيث ترفضها الدول الرباعية المقتصدة والتي تشمل هولندا والدنمارك والنمسا والسويد لمعارضتها إصدار هذا الحجم الهائل من الديون المشتركة. وفيما يتعلق بمصادر تمويل خطة الإنقاذ الأوروبية، اقترحت المفوضية اقتراض الأموال من الأسواق المالية على أن يتم السداد خلال 30 عاماً بدءاً من عام 2028، وتسهيلاً لعملية السداد قد تتجه دول عدة إلى تطوير مصادر تمويل جديدة للاتحاد الأوروبي كفرض ضرائب جديدة على الانبعاثات الكربونية أو البلاستيك الذي يستخدم مرة واحدة. ولأن الوقت ليس في صالح أحد، حثت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي قادة الاتحاد على الاتفاق سريعاً على حزمة تعافٍ تنتشل الاقتصاد من تراجع هائل أو المخاطرة بتبدل المعنويات في الأسواق التي تتوقع اتفاقاً سريعاً. ويبقى أن نرى النتائج، فهل تنجح ألمانيا وفرنسا في تحقيق توافق الأعضاء على الخطة؟ أم أن الأمور ستتجه إلى ما لا تحمد عقباه؟